خاطرت أجيال من عمال المناجم الذين عملوا في ظروف بالغة القسوة بحياتها من أجل الحصول على الملح، وهي مادة كانت تعني الثروة والاستقلالية، وعلى مدى 3 قرون أنشأوا شبكة من الأنفاق. هناك ما مجموعه 50 كيلومترا من الأنفاق في هذا الجبل، شيد الجزء الأكبر منها بالأيادي خلال القرنين 16 و17. في تلك الفترة اكتفى المنجميون بحفر ما بين 3 و5 أمتار في الشهر الواحد. بفضل الله تحسنت ظروف الشغل منذ ذلك الوقت، لكنه يبقى عملا شاقا. اكتشف الملح في هذا المكان في حقبة القرون الوسطى، ويقال أن راعيا شابا اصطحب قطيعه من الماعز للرعي فوق بلدة بي، حيث لاحظ أن الحيوانات فضلت شرب الماء من عين محددة، وقاده الفضول إلى تذوق الماء ووجد أنه مالح. بدأ السكان في حفر الآبار في المرتفعات الواقعة فوق بلدة بي في القرن 15، لكنها جفت في موفى القرن 17، ما دفعهم إلى بناء مناجم للوصول إلى الملح. هذا الجزء من السلم يحتوي على 73 درجة، وعلى غرار جميع السلالم تم حفره من الأعلى إلى الأسفل، واشتغل عمال المناجم ما بين 10 و14 ساعة في وضعية منحنية، فقد شحنوا الحجارة في سلال وحملوها على ظهورهم ليصعدوا بها السلالم وصولا إلى خارج النفق. الاشتغال في المناجم لم يكن عملا شاقا فحسب، بل خطيرا أيضا. كان عمال المناجم يدخلون الأنفاق حاملين لفوانيس شبيهة بهذه، كانت تؤدي أحيانا إلى اندلاع انفجارات غازية تتسبب في مقتل أشخاص. في ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف شيئا عن غاز الميثان، وذهب في اعتقاد المنجميين أن أرواحا في الجبل كانت تحاول منع الغزاة من سلب ثروتهم هي التي تسببت في الانفجارات. إثر اعتماد فوانيس جديدة وآمنة تراجع عدد الحوادث إلى حد بعيد، واليوم يستخدم نظام للكشف عن الغاز للحفاظ على سلامة الأنفاق. تقنيات الإنتاج شهدت بدورها تغيرا كبيرا على مدى القرون، ففي البداية كانت الصخور المحتوية على الملح تجلب إلى الخارج لغسلها، وإثر ذلك كان الماء يضخ داخل الجبل لتذويب الملح. لفترة تناهز 300 عام كان منجم بي المركز الوحيد لإنتاج الملح في سويسرا. في الوقت الحاضر يستخرج معظم الملح في سويسرا من منطقة بازل، لكن منجم بي لا زال ينتج 35,000 طن سنويا، ما يوفر الملح لكانتون فو بأكمله. وإلى حد اليوم ينزل 40 من عمال المناجم يوميا إلى مناجم بي لتجميع ما كان يوصف في الماضي بالذهب الأبيض.